اهلا بحضراتكم من جديد. وطبعا زي ما قلنا لحضراتكم ان مصر الفتره اللي فاتت الحقيقه نجحت في استضافه احداث عالميه كبيره، بدايه ببطوله العالم لكره اليد في ظروف منتهى القسوه، ظروف طبعا جائحه كورونا وخوف كثير من الدول انه لعبتها تسافر واتحادات خايفه تشارك، ولكن مصر نجحت في تنظيم بطولات عالميه وكسبت احترام العالم، بل شجعت العالم كله انه يبتدي تعود الحياه تاني لمجراها. في البدايه برحب بالناقد الرياضي الكبير طبعا الاستاذ محمد ناجي، واللي كان عضو ايضا في اللجنه الاعلاميه ببطوله العالم لكره اليد اللي فاتت. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا ومنور قناه الاعتدال. ربنا يخليك كابتن هيثم، ده شرف ليا طبعا. طيب احنا يعني جمباز البطوله جايه من 1 ل 7 صح يا كابتن؟ مظبوط، يعني من 1 ل 7 6 القادم، هي فعليا من 3 ل 6 هيكون ده المنافسات باللعب. واحد هيكون بدايه استقبال الوفود وتسكينهم، واثنين وعمل مساحات والحاجات دي، اثنين هيكون التدريبات بالنسبه للعيبه وانتظار نتائج المساحات طبعا. كده كده هتكون بدايه يعني المساحات هتكون نتيجتها طلعت يا اما مساء واحد بالليل او يوم اثنين الصبح، تكون كل الامور بقت واضحه وكل اللعيبه، هو كده كده اغلب اللعيبه اللي هتكون جايه اصلا اوريدي عامله بي سي ار وهي جايه، ولكن ده زياده في الحرص الدوله المصريه بتعمله مع كل المنافسات والبطولات الدوليه اللي مصر بتستضيفها يعني. طيب خلينا نروح لتقرير كده ونشوف يعني تقرير عن البطوله وتنظيمها وظروف الحصول عليها. اعزائي المشاهدين نطلع لتقرير عملناه عن بطوله العالم القادمه او كاس العالم بقى للجمباز رجال وسيدات، نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم تاني. نجح اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين في تحقيق طفرة هائلة خلال الفترة الماضية، وهو ما تجسد في حصول مصر على شرف تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات للمرة الأولى داخل القارة الإفريقية، والتي تقام على مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من الأول وحتى السابع من يونيو المقبل. وحصد الاتحاد ثمار العمل الشاق الذي استمر لمدة أكثر من 3 أعوام متواصلة منذ انتخاب هذا المجلس في نهاية عام 2017، ليحصد الجمباز المصري العديد من الميداليات خلال كافة البطولات العربية والقارية بل والعالمية أيضا، حيث حصل لاعبون على العديد من الميداليات خلال دورة الألعاب الإفريقية للشباب والتي أقيمت بالجزائر، وقادوا مصر لاحتلال صدارة الترتيب العام، وهو ما تكرر على مستوى الكبار في دورة الألعاب الإفريقية للعموم والتي احتضنتها المغرب صيف 2019. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فنجد أن لاعبين نجحوا في الفوز بالعديد من الميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط الماضية والتي أقيمت بمدينة ميرسين الإسبانية صيف 2018، كما حصل علي زهران نجم منتخبنا الوطني على عدد من الميداليات في كؤوس العالم على جهاز الحلق. واستمراراً لسلسلة النجاحات التي حققها الاتحاد خلال الفترة الماضية، فنجد أنه نجح في استضافة التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة في فرعي الجمباز الفني والترامبولين خلال الفترة من 25 وحتى 27 من مايو الجاري، وحصد لاعبو الفراعنة خلالهما 4 مقاعد في الأولمبياد المقبلة عن طريق ملك حمزة وسيف آسر في جمباز الترامبولين وجنى إبراهيم وعمر العربي في الجمباز الفني. ويأمل مسؤولو اتحاد الجمباز في تنظيم بطولة رائعة لكأس العالم للجمباز الفني في ظل اهتمام الاتحاد الدولي للعبة، بعدما أصبحت مصر قبلة العالم في الأحداث الرياضية بعد استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد مرورا ببطولة العالم للسلاح، كما أن مصر ستستضيف بعد أيام بطولة العالم للخماسي الحديث. اهلا بحضراتكم من جديد. استاذ ناجي، يمكن البطوله دي تحضر لها من بدري اتحاد الجمباز برئاسه الدكتور ايهاب امين اللي كان المفروض يشرفنا، ولكن حصلت ظروف، يعني بتحضر لها من بدري، كلمني عن القصه منذ البدايه. هو مصر كانت مقدمه لاستضافه البطوله من فتره من حوالي 2 أو 3 سنين مع بدايه تولي يعني المجلس، المجلس اصلا انتقف في نهاية 2017 مع أغلب الاتحادات اللي انتخبت. صحيح. بعدها الاتحاد بدأ يمشي خطوات أنه
يبدا يرجع يرجع مصر تاني للمشاركات الدوليه، ويبدا انه يقول للاتحاد الدولي ان انا عايز انظم بطوله من البطولات الكبيره اللي انتوا بتشرفوا عليها واللي انتوا بتنظموها. الموضوع ما كانش سهل خالص، كان في منافسه من عديد من الدول، لكن مصر نجحت. انت فاكر مين الدول اللي كانت بتنافسنا ناجي؟ كان في اعتقد الصين، كان في بولندا، كان في اكتر من دوله تانية، بس هم دول كان اهمهم يعني. كانوا مقدمين ترشيحات للاتحاد الدولي. كانت البطوله دي هتتنظم اوريدي في يونيو 2020، ولكن طبعا لما جت جائحه كورونا تم تاجيل. كانت تنظم في مصر برضه؟ كانت تنظم في مصر برضه، لكن تم تاجيل البطوله سنه لغايه 2021، والاتحاد الدولي وافق على تنظيم مصر للبطوله. وبدا الكلام كمان ان مصر مش هتبقى اول بطوله مصر تنظمها، هتبدا انه يبقى، لان هي الكاس العالم بتكون سلسله. ما بتبقاش يعني في بطوله عالم بتتعمل مره واحده بس بيشرف عليها الاتحاد الدولي، لكن الكاسات العالم دي بيشرف عليها الاتحاد الدولي بالاضافه مع الدوله المنظمه. فمصر خدت التنظيم. يعني دي مش هتبقى اخر بطوله قصدك تقول؟ مش هتبقى، لما في الغالب مصر ممكن تنظم السنه الجايه واللي بعدها. ولو قدرنا ان احنا ننظم سنتين او ثلاثه ورا بعض، يبدا الاتحاد الدولي يدينا زي منحه، او يبدا يدينا حاجه بتكون مميزه لكاس العالم بقى اللي احنا واحنا بنتكلم ان البطوله دي اوريدي فيها 300 لاعب ولاعيبه مشاركين في البطوله اللي خلاص هتنطلق بعد بكره يعني. من 25 دولة. اللي كنت بكلم حضرتك عليه بقى انه الاتحاد الدولي لما بيلاقيك بتنظم كاس عالم بيديلك دعم بقى، دعم فني بشكل منتظم. طب خلينا يا استاذ ناجي اقول لك، دي لقطات حصرية لقناة النادي الاهلي من داخل الملعب والتجهيزات لحفل الافتتاح. صالة واحد، صالة واحد في استاد القاهرة. ده يعني شكل كده، او دي يعني بروفا من ضمن البروفات اللي هتتعمل على افتتاح البطولة. والبروفا النهائية هتكون بكرة، استعدادا للبروفا الجنرال بقى والبروفا العامه اللي هتكون في افتتاح البطوله. البروفا بكره هيكون يحضرها معالي وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي بالاضافه لاعضاء مجلس اداره اتحاد الجمباز. اعتقد هتكون حاجه يعني. تاني يا جماعه، دي لقطات حصري لقناه النادي الاهلي من داخل صاله واحد باستاد القاهره في الاستعدادات التي تجرى على قدم وساق لحفل افتتاح بطوله كاس العالم للجمباز رجال وسيدات. وزي ما قال طبعا استاذ ناجي في كلامه، ان بكره البروفا النهائيه لحفل الافتتاح، واللي هيحضرها طبعا لفيف من قيادات طبعا الوزاره، وعلى راسهم الدكتور اشرف صبحي ورئيس الاتحاد دكتور ايهاب امين، واكيد هيحضر بكره اعضاء من الاتحاد الدولي. اكيد، لان هو اوريدي اعضاء الاتحاد الدولي كانوا موجودين، حضروا جزء من التصفيات الافريقيه، او كانوا موجودين في التصفيات الافريقيه اللي سبقت دي على طول. خلاص لسه خلصانه من يومين او ثلاثه، كان في تصفيات افريقيه نتكلم عليها. هنقول بقى انه تصفيات للجمباز الفني والترامبولين، دول الفرعين. احنا بس عشان نعرف الناس ان اصلا الجمباز مش لعبه واحده، ده عده افرع. في جمباز فني، جمباز ترامبولين، جمباز ايقاعي، يعني في عدد من الافرع. مش هنستضيف فرعين بس، احنا هنستضيف فرع واحد هو جمباز الفني رجال وسيدات. رجال وسيدات. طب الترامبولين؟ الترامبولين كنا مستضيفين التصفيات الافريقيه، وقدرنا ان احنا ناخد مقعدين اتأهلنا بيهم لاولمبياد طوكيو 2020 اللي هتقام في يوليو 2021 ان شاء الله. طب ناجي قول لي، طب قول لي يعني احنا دلوقتي بالنسبه للمستوى التنظيمي، زي ما يعني حضراتكم شايفين او الساده المشاهدين شايفين، حاجه ولا اروع، حاجه جميله. لو شفنا المنظر ده نقول دي اوروبا. على المستوى الفني عندنا لاعبين ولاعبات يعني عندهم القدره، طبعا مش هنقول نحققوا ميداليه، بس ناخد خطوه ستيب فورورد، ان احنا نقول ناخد خطوه للامام، نشوف الترتيب اللي كان بتاعنا ايه وناخد خطوه معاه. يعني في ناحيه فنيه ماشيه كويس مع الناحيه التنظيميه والانشائيه اللي احنا هو شايفين. ده حقيقي، ما هو ده بدا يحصل فعلا. وهو لو ما كانش عندك لعيبه تقدر انها مش هقول انها تاخد ميداليات، لان فعلا دي حقيقه صعب. قصه المنافسه في الجمباز يعني صعبه جدا صعب. والموضوع شرس جدا. بيكون شرس جدا. عندنا لعيبه كتير مميزين يعني. احنا في على جهاز الحلق عندنا علي ابو القاسم او علي زهران، يعني الاسمين صح الناس بتنطقوا او بتناديله بيهم. حقق قبل كده فضيه كاس العالم كانت اقيمت في فرنسا، ومن من اميز اللعيبه اللي موجودين في مصر. لا هو ما تاهلش اولمبياد لانه المنافسه هو بيلعب على جهاز واحد على جهاز الحلق. والقصة الجمباز الفني انت لازم تكون مميز في ست اجهزه، متوازي وارضي وجهاز الحلق والحصان، يعني عشان تقدر تتاهل. عشان تقدر تتاهل فلازم تكون مميز في كل الارقام في كل الاجهزه دي. طيب يعني مين عندنا عشان الساده المشاهدين تبقى عارفه، مين عندنا يقدر او يتاهل بالاولمبياد، وننتظر منه مش هنقول ميداليه بس ننتظر منه مركز متقدم. احنا اوريدي دلوقتي عندنا 11 لاعب، هو
كان الاتحاد كان مراهن على ان هو يتأهل ب10 لاعبين، قدر ان هو يحقق الكوتا بل يعديها، وقدر انه يتأهل ب11 لاعب ولاعيبه للاولمبيات اللي جايه، منهم مندي عصام. دي كانت تأهلت اوريدي من بطوله العالم، كانت اقيمت من سنتين في شتوتغارت في المانيا. بعد كده في منتخب الجمباز الايقاعي كان اتأهل من تصفيات الافريقيه، كانت اقيمت قبل جائحه كورونا بايام، كانت مصر مستضيفاها في شرم الشيخ. وبعد كده اخر مؤخرا اللعيبه بتاعتنا بقى اللي هم جانا ابراهيم وعمر العربي. عمر العربي ده من لعيب من ضمن اميز اللعيبه اللي كم سنه موجودين. عمر لسه صغير قصدي كده، لانه انت حضرتك عارف طبعا اصلا يعني الجمباز من اللعبه اللي دايما يبداها اللعيبه صغيرين في السن، وما ما 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 بتسمحش ان اللعيبه تفضل مثلا معمره، يعني مش مثلا زي في العاب تانية بتقدر انك تكمل لغايه 30. لا لا طبعا، هو المرونه والحاجات دي مرتبطه بسن معين، سن معين. لو دخل في ال 25 26 بتبتدي يعتبر لعيب جمباز، ينزل فاما هو يبدا يبطل، او ان هو بيبدا زي ما قلنا بقى في قصه علي ان هو يبدا يدور على جهاز واحد هو مميز فيه جدا ويركز عليه ويبدا يركز عليه. طب خلينا في زي اعلان للميديا اتعمل له ريليز في الـ في الـ في كل وسائل الاعلام عن البطوله، خلينا نشوف ورجع لحضراتكم. من على ارض النيل أرض الحضارة، أرض الرياضة، أرض الرياضة اللي بدأت في مصر من آلاف السنين وخصوصاً الجمباز. والدليل النقوش اللي كتبوها أجدادنا المصريين على جدران المعابد، والأول مرة في التاريخ على أرض القارة السمراء بطولة كأس العالم للجمباز. يلا بينا نشجع ولادنا أبطال مصر في الجمباز. من هنا بدأت والهنا رجعت على أرض مصر. على أرض مصر بطولة كأس العالم للجمباز. بطولة كأس العالم للجمباز، من هنا بدأت والهنا رجعت على أرض مصر. كايرو 2021. أرض النيل، أرض الحضارة، أرض الرياضة. الحقيقة الواحد لما بيشوف الـ 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 التغطيات واللي بيحصل في مصر، الحقيقة الواحد بيفخر باللي بيتم دلوقتي في بلدنا، وللعالم كله الحقيقة يعني زي ما بيقولوا بيخلع له القبعة. تحية للي بيحصل في أرض مصر. يمكن حدث مهم وكبير، واحنا دورنا النهارده ان احنا نحط الضوء عليه يا ناجي، لان هو حقيقه يستحق، لانه اول مره في افريقيا كلها يعني يتم تنظيم كاس عالم للجمباز. دي حاجه كبيره، ومش سهله ان انت تقدر تحصل على الاتحاد الدولي بيكون ليه مواصفات خاصه في قصه ان انت تقدر تستضيف بطوله. وانا عايز اقول لحضرتك انه الاستاد دلوقتي خلاص بقى شبه سكنه عسكريه او مقفول بالبلدي كده للعيبه واللاعبات، لانه خلاص اوريدي وفود وكل حاجه، لان هو اوريدي انت في صالتين للعب وفي صالتين تانيين للتمرين، فهو خلاص كل دول دخلوا الفقاعه. كل دول خلاص بقوا مقفولين، اعمال تطهير. ناجي، الدول المشاركه ايه؟ احنا انا كنت بقول في الانترو ان الجمباز بيكون من الالعاب اللي فيها الدول العظمى الرياضيه زي ما نقول، يعني ان صح التعبير. حقيقه يا كابتن. فمش هيجي دول يعني، لا في الظروف دي هتيجي دول. إيه عندك فكره الدول اللي جايه ايه؟ في دول اعلن عنها، الصين، امريكا، روسيا، امريكا. انت بتتكلم في انه في دول تقيله جايه، وهم مش جايين لاجل المشاركه، مفيش حد بيبقى جاي اولمبياد. مظبوط. هو في الاخر هو بالنسبه له ده ممكن تكون ده المحك الاخير انه يقدر يقيس فيه نفسه قبل الاولمبياد، لان مفيش بطولات تانية يقدر ان هو يقدر يشوف فيها نفسه، او يقدر يشوف لعيبته ايه اللي عنده وايه اللي فيه، لان الاولمبياد يعني احتكاك قوي وصعب جدا. صحيح. الضغوطات بتكون هائله، كبيره جدا على اي حد. فهو بالنسبه له هو جاي يستعد باحسن شكل عشان يقدر ان هو يقيس نفسه وهو فين في وسط دول العالم اللي هو يقابلها كمان شهر في طوكيو. يعني احنا عندنا 11 لاعب ولاعيبه تاهلوا اولمبياد. مظبوط. ودي يمكن اكبر بعثه للجمباز من فتره، يعني انا فاكر ان احنا في كان تاريخ ما تاهلوش بالشكل ده.
بس ده بيدل ان احنا ماشيين في الطريق الصح. بس الطريق الصح محتاج تجهيزات، ادوات، مظبوط، فنيات. الاتحاد برئاسه الدكتور ايهاب امين ماشي في كل ده بالتوازي ولا محتاجين لسه دفعات اخرى في بعض هذه الفروع؟ شغالين بشكل كويس جدا. يعني مثلا منتخب الجمباز الايقاعي جاله مدربه كانت بتدرب منتخب روسيا، هي مدربه منتخب روسيا وقدرت انها تحقق معاهم ميداليه في فريو. مظبوط. ولكن طبعا في قصه كورونا والجائحه واللي حصل والبتاع كانت فضلت انها ترجع تاني بلدها. جابوا مدير الفنيه بتاعه اللي كانت بتدرب منتخب كازاخستان، وكانت عامله معاهم طفره كبيره جدا. هي المسؤوله دلوقتي عن منتخب الجمباز الايقاعي. طب الرجال ما هو الايقاعي هو بنات بس؟ لا انا بتكلم على جزء الرجال. جمباز الفني لا، هو كده كده اللي بيشرف على الجمباز الفني منتخب او جهاز فني مصري. بيعمل شغل كويس جدا مع المنتخب. انت عشان تقدر زي ما قلت لحضرتك كابتن ست افرع عشان تقدر تجيب لهم كلهم مدربين فنيين، لا ولاعب يتميز في كل ده بتبقى الموضوع صعب جدا. عشان كده بقول لك ان كوست عاليه جدا على الاتحاد وعلى الأجهزة، الدوله، الاكويبمنت ده بيحصل بقى الحلقه. لانه الجمباز، وكان معانا طبعا رئيس جهاز الجمباز في النادي الاهلي دكتور محمد فؤاد، والموضوع مكلف عشان تبني صاله، والنادي الاهلي طبعا في الرياده وبنى وعمل وانشا صاله كبيره جدا للجمباز. ودكتور عاب كان من كان مع كابتن محمود الخطيب، وكان هما الاثنين موجودين في افتتاح الصاله دي، وهو اشاد بتجهيزاتها لان النادي الاهلي جاب احدث اجهزه موجوده على مستوى العالم. طب بالنسبه للاتحاد، هو بيجيب اجهزته طبعا اكيد عشان بمنتخبات المنتخب. مزبوط. نجح الاتحاد في يستخدم اجهزه طبعا في ظل دعم الدكتور اشرف صبحي او دعم وزاره الشباب. لا ده حقيقي كابتن، هو الدوله بتدعم كل الاتحادات الفتره اللي فاتت بافضل شكل. احنا بنشوف ده من خلال تخطيطنا لكافه التصريحات الاتحادات، انه هو الاتحادات اوريدي بدات. كان ده كان بيحصل زمان انه الاتحاد يبدا يستاجر أجهزة لما يجي يلعب وقت البطولات وبترجع بلدها تاني. طب وده اولا هيكلفك فلوس كتير جدا، وبعد كده المنشاه ما بقتش بتاعتك، او الاجهزه نفسها يعني انت كمنشاه مش بتاعتك في الاخر. فانت تبدا ان انت تبدا يعني حتى ده كان بيحصل، انت تبدا تقتطع جزء من مثلا من فلوس تخص المنتخبات القوميه او معسكرات اعداد، او انت تقول للوزاره بدل ما انا اكلف بطولات لمده 3 او 4 بطولات اقدر ان انا اشتري او ان انا استاجر فيها الادوات دي، ما انا اشتريها وبقت ملكي. صحيح. اقدر ان انا بعد كده لما يكون عندي اي بطوله زي البطوله احنا بنتكلم عليها دلوقتي، الاتحاد الدولي هو يجي يقول لك في اي وقت هو عايز يجي يفتش. لان يعني ده بيحصل، احنا شفناه في الهاندبول، الاتحاد الدولي ما بيجيلكش او ما بيدكش قصه استضافه البطوله غير لما يجي الاول يجي. طيب. يعمل لجان تفتيش ويقدر ان هو يشوف. طب استاذ ناجي، ايه رايك برضو ناخد احد طبعا اللي شاركوا في هذا الاستضافه او التنظيم للبطوله او كاس العالم للجمباز؟ معانا الكابتن او الاستاذه فاتن البطل عضوه مجلس اداره الجمباز، الدكتوره فاتن البطل عضوه مجلس اداره الجمباز. اهلا بك يا دكتوره. اهلا وسهلا بحضرتك. الف مبروك على الاستضافه، والف مبروك على الشكل الجميل اللي احنا شفناه. احكي لنا بقى القصه جت ازاي يا دكتوره. افندم احكي لنا القصه جت ازاي، بدايه طلب مصر تنظيم كأس العالم للجمباز بدا منين؟ والله بدا بقاله يعني تقريبا من بدايه السنه اللي فاتت، وكان الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز عرض انه يستضيف طبعا بالنسبه لظروف البلاد كلها وحاله الكورونا اللي موجوده في كل دول العالم، فكل الدول كانت متخوفه. بداية احنا استضفنا البطولة الافريقية، لان كانت البطولة الافريقية بلغنا الاتحاد الدولي انها في جنوب افريقيا، ودي كان فيها التأهل للجمباز الفني بنين وبنات والتأهل للترامبولين. فالحقيقة رئيس الاتحاد بذل مجهود جامد جدا جدا في انه يتصل بالاتحاد الدولي ويتصل بالاتحاد الافريقي، قدر ان هو يستقطب البطولة عندنا بتاعة التأهل بدل من سافر جنوب افريقيا، قدر ان هو يستضيفها هنا. والحقيقه عمل مجهود جبار مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، كان يعني الحقيقه بيدعم الاتحاد جامد جدا جدا، وقدرنا ان احنا نستضيف البطوله الافريقيه. والحمد لله قدرنا ان احنا اول سنه ان احنا اول مره من 12 سنه نتغلب على فريق الجزائر في الجمباز الفني. بقالنا 12 سنه تقريبا ما بناخدش البطوله الافريقيه في الجمباز الفني،
الحمد لله تأهل من عندنا اللاعب عمر العربي من المؤسسة العسكرية منتخب مصر في الجمباز الفني رجال، وتأهلت اللاعبة زينة إبراهيم لاعبة منتخب مصر ونادي سموحة، برضو تأهلت في البنات، وتأهل لاعب ولاعبة من الترامبولين اللاعبة ملك حمزة منتخب مصر، واللاعب سيف آسر منتخب مصر، وكان متأهل من قبل كده فريق جماعي جمباز إيقاعي، واللاعبة حبيبة 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 محمد دي لعيبة منتخب مصر، حبيبة محمد مرزوق. فالحقيقة ده إنجاز بالنسبة للاتحاد المصري للجمباز، وابتدى الدكتور إيهاب اتصالاته بالاتحاد الدولي عشان يقدر يستضيف كأس العالم هنا، ودي أول مرة تحصل عندنا حدث على مستوى يعني بعد بطولة الهاندبول، ده أول حدث بالنسبة للجمباز، حدث عالمي، وجاي 17 دولة إن شاء الله، حوالي 65 أو 68 لاعب ولاعبة، وفي ظل الظروف الكورونا ده يبقى عدد في الألعاب الفردية جامد جدا جدا. فالحمد لله ربنا يوفق، وهنبتدي إن شاء الله من يوم واحد دخول كبسولة مغلقة وعمل البي سي آر لجميع الأجهزة المنظمة وللأجهزة الفنية واللاعبين القادمين من الخارج والأعضاء مجلس الإدارة وكل اللي هيقدر يحضر البطولة إن شاء الله. طب دكتورة يعني برضو خلينا نطمن على الناحية الفنية، حضرتك شايفة هل ممكن عندنا طبعا في ظل وجود يعني البطولة على ملعبنا وعلى أرضنا أرض مصر، هل عندنا يعني ممكن نرفع طموحاتنا كده أن ممكن حد من عندنا يحقق مركز متقدم؟ هو إحنا يعني حاطين أملنا على حد من الفني رجال بالذات، يعني عشوانين في ربنا، وفي المستوى اللعيبة عندنا لاعب محمد اللاعب علي زهران في جهاز الحلق ده ممكن يجيب، ده كان جايب ثالث كاس عالم، كان محقق واخد اول في بطولة، يعني منتظرين ان شاء الله علي زهران ان هو يحقق ميدالية، اللاعب محمد عاشور، اللاعب عمر العربي، يعني بمشيئة الرحمن متعشمين ان احنا ناخد ميداليات في الفردي على اجهزة مختلفة بالنسبة للبنين في الجمباز الفني، وربنا يكرم ان شاء الله. الولاد ظهروا بمستوى مشرف جدا في البطولة الافريقية بشهادة الجميع، وكان حاضر النهائي بتاعها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لأنه داعم لينا جدا، والسيد معالي الوزير وزير النقل كانوا حاضرين الفاينل بتاع البطولة، يعني ويعني كانوا أشادوا بالتنظيم وأشادوا بكل حاجة في البطولة الأفريقية، وإن شاء الله إن شاء الله يعني كل الناس تعبانة، وفي دعم كبير من وزارة الشباب والرياضة للاتحاد ورئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، بس أنا أخص بالذكر رئيس الاتحاد لأنه باذل مجهود جامد جدا جدا جدا، فيعني ربنا يكلل كل جهودنا بالنجاح، إحنا مش مقصرين في حاجة، وعشمنا في ربنا كبير، وسمعنا إن احتمال كبير يبقى يعني معالي رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية ممكن يحضر لأنه بيحضر الأحداث العالمية كداعم أول للرياضة في مصر، فربنا ييسر وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نفرح شعب مصر كله يعني بالحصول على أحد الميداليات ده إذا ما كانش أكتر، وربنا يوفق الجميع. طبعا دكتورة فاتن البطل عضو مجلس إدارة اتحاد الجمباز، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأتمنى لكم كل التوفيق يا دكتورة. الحقيقة بيكون موضوع جميل لما تلاقي حدث زي ده يعني بيتنظم على أرض مصر، وإحنا لينا السبق الحمد لله كبرنامج الأبطال إن إحنا بنغطيه وهنفضل نغطيه أثناء البطولة، لأن ده حق الحقيقة كل اللي شاركوا في هذا الحدث الكبير. أعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا مع أستاذ محمد ناكن الناقد الرياضي، يمكن هيطلع شوية عن الجمباز ونعرف أمور معينة تخص طبعا الألعاب الأخرى سواء داخل النادي الأهلي وخارج النادي الأهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين تغطيتنا عن بطوله العالم او كاس العالم للجمباز سيدات او رجال وسيدات اللي بيقام على ارض مصر من يوم 1/6 ل 7/6. ارجع للناقد الرياضي استاذ محمد ناجي، خدنا حاجه حصري اهو من دكتوره فاتن انه المشارك 17 دوله 68 لاعب ولاعبه، وده رقم كبير جدا في الجمباز، رايك يا استاذ ناجي؟ وحدث كبير وبيفرض نفسه على الساحه،
شمال او يمين كده كده. انا قلت لحضرتك قبل الفاصل ان هو ده المحك الاهم بالنسبه للعيبه الجمباز حاليا استعدادا لطوكيو، لان في طوكيو الدنيا هتكون مختلفه. صحيح. الامور صعبة. في طوكيو صعبه جدا جدا. طب ايه رايك يا استاذ ناجي نطلع ناخد اتصال مهم، هنروح للمهندس وائل السرنجاوي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للجمباز، وبالمناسبه هو ابن المرحوم المهندس محمود السرنجاوي رئيس نادي الزهور السابق. اهلا بك يا كابتن وائل. انا وسام يا كابتن، ازي حضرتك؟ والله مبسوط انا اسمع صوتك، يعني من اخر مره كنت قابلنا من 3 سنين تقريبا. طبعا وحضرتك يعني مشرفنا ومنور قناه النادي الاهلي، وحضرتك احد القامات الاداريه الكبيره الحقيقه، وابني طبعا الراجل اللي احنا طبعا بنكن له كل الاحترام المرحوم المهندس محمود السرنجاوي، الحقيقه كان حبيبي الكل الله يرحمه، وطبعا انت اكيد بتمشي على خطاه اكيد. شكرا. يعني باشمهندس وائل كلمني عن البطوله واخر استعدادات، يمكن دكتوره كانت فاتن معانا كلمتنا عن بعض الامور اللي سبقت البطوله، عايزين نعرف اخر الاستعدادات وخاصه البروفه بتاعت بكره ان شاء الله. الحقيقه احنا البطوله دي بتقام في ظروف استثنائيه شديده، وعليها اشراف من جهتين، اللي هو الاف اي جي الاتحاد الدولي حاطط عليها قيود، سواء في عمليه التسجيل والدخول والخروج ولا بيسموها فقاعه، في مسمى فقاعه، واللي هتشرف عليها وزاره الصحه بجانب وزاره الرياضه. لان الحقيقه ان البطوله دي بشكل او باخر بتقام لأول مرة في افريقيا. الحقيقة بمجهود الاتحاد كله والدكتور إيهاب يعني كان بيليد الموضوع، وكلنا الحقيقة تعاوننا. البطولة دي لازم كانت تيجي، وكان ده بلان من حوالي يمكن أكتر من 3 سنين في مع مستر وتنابي، الطرح كان موجود لغاية ما توافق عليها تقريبا من سنة ونص قبل ما الكوفيد يبقى عامل بتاعها. طب دكتور وائل، يمكن الوفود بدات توصل ولا كله هيجي بدايه من يوم واحد؟ يعني في فرق؟ لا طبعا احنا لا، ده يوم واحد ده هو دخول الكل في البابل. طيب الفرق اللي وصلت عددها قد ايه؟ يعني لكن لازم لازم يعني احنا حتى كاعضاء مجلس اداره مش مسموح لنا ان احنا نحاول نخش او نخرج من البابل دي، طالما عملنا المسحه يوم واحد لازم التشيك ان يبقى يوم واحد. هي البطوله من 3 ل 6 ل 7، لكن بمجرد خروجك من الفقاعه دي، سواء من حركتك من الاوتيل او الفاصل من الاوتيل مش مسموح تتحرك بعربيتك للملعب او من الملعب، حقك رجوع تاني جوه البطل. طب يعني في فرق وصلت يا باشمهندس وائل؟ يعني هل تبتدي توصل النهارده؟ كم فرقه وصلت عند حضرتك يعني رقم؟ لا الدرجه دي لا ما اعرفش. هو طبعا السكيدول بتاع الطيران هتلاقيه مع الدكتور نهاد مدير الاتحاد، هي القيف اللي هي الامور التنفيذيه دي هي تبع. طب باشمهندس وائل، عايز اسالك عن الرعاه بالنسبه للبطوله دي، هل فعلا انتوا نجحتوا تحصلوا على مجموعه من الرعاه؟ هل يعني الجانب التسويقي مشيتوا فيه كاتحاد ولا؟ بص عليك، البطوله دي في حد ذاتها كرعاه، احنا عندنا رعاه اصلا للعيبه اوريدي، في زي ابو القاسم وعابط. الحقيقه احنا بنحاول دلوقتي نخش مع تتويج اللي هي البوابه بتاعتنا. نعم. يعني بيبقى لينا كتير من الامور بنحاول فيها، لكن معظم الرعاه اللي احنا بنتعامل معاهم على اساس اللعيب. انما البطوله كبطوله يعني انت بيبقى في رعاه للاعبين، هي ده الاهم من الاعداد الفني او اللي زي ما بيقولوا الانفاق. حضرتك هي الفكره في ان البطوله في حد ذاتها هو حدث بيدار حاليا من قبل وزاره الرياضه، اوكي، من الناحيه اللي هي التكنيكال، من الناحيه اللي هي التنظيميه بجانب احنا من الناحيه التكنيكال، لكن الجزء اللي هو زي ما حضرتك بتقول ليها وضع خاص شويه. البروسيس بتاع البطوله والحركه والحاجات دي بتدار من خلال وزاره الصحه. طب الفكره الفكره في الجزء الاداري في البطوله رايح جزء كبير جدا منه لوزاره الرياضه طبعا طبعا وقفها ومساعدتها معانا.
دعمها لينا الحقيقه الجماهير. اذا كنت بتتكلم عن المضاعفه هي اكبر رائع، هي اللي اشترت الاجهزه. هي طب مره بنلعب باجهزه جديده. الاجهزه دي ملكنا يا باشمهندس وائل، يعني الاجهزه دي هتفضل بعد البطوله في مصر ولا في حاجات استخدمت خصيصا للبطوله؟ لا طبعا الاجهزه دول، اولا الاجهزه بتاعت الجمباز الفني 6 بتوع الرجال والاربعه بتوع البنات او جزء الاجهزه دي، دول طقمين بالكامل جداد. الحقيقه الوزاره دفعت ثمنهم ونزلوا حتى في الاصول بتاعت الاتحاد في الميزانيه اللي فاتت، ودي اجهزه عشان تستهلك. لان يعني انا طبعا مش عايز اقول ماركه ولا حاجه، بس يعني من احسن الماركات يا باشمهندس، قصدك من احسن الماركات العالميه. بالظبط، يعني بدون دخول في تفاصيل ماركه، لكن دي علشان تقدر تحولها لاهلاكات، لا مش قبل من 3-4 سنين كمان. ما شاء الله ما شاء الله، ودي حاجه كويسه. طب باشمهندس الجماهير، هل مصرح بعدد جماهير معين يحضروا البطوله ولا مصرح بمظاهر تكريم؟ يعني الجماهير بقى، يعني ما في يعني في جمهور، انا معلش مش سامع يا باشمهندس، في جمهور الموضوع يعني عايز اقول لك الاتحاد الدولي في الحته دي كان واضح جدا، مش معدي بس من مرحله الجماهير. الموضوع يعني حتى المظاهر اللي هي بتاعت الاحتفاليه بتاعت اللي احنا بنعملها، العروض مش مسموح، مقفولين، واكتر من كده حتى البراسم مش مسموح. الموضوع شويه ريستريكتد بشكل كبير من الاتحاد الدولي، وعشان كده الموضوع في العالم احنا ممكن نتعامل معاه في مصر على انه بسيط، واللي عنده فرصه انه كان ياخد المصل وما سجلش بسيط. لا العالم كله يعني خايف جدا من الموضوع ده بشكل، لو قلت حضرتك انا وصلت حضرتك اللي بيحصل مش طبيعي يعني. ما طبعا طبعا باشمهندس وائل السرنجاوي، طبعا عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للجمباز، بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني في قناه النادي الاهلي يا فندم. بتهيألي يعني مهندس وائل يعني لخص امور كتير، لخص امور كتير، واتكلمنا في حاجات، بس في حاجات عايز ارجع لك ناجي، بس خلينا نطلع فاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، برضو هاخدكم شويه بعيد عن الحياه الجمباز، بس ده هيكون كلامنا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. نرجع للناقد الرياضي استاذ محمد ناجي. يمكن خدنا معلومه تانية من المهندس وائل السرنجاوي ان مفيش جمهور. ما هو مفيش جمهور، هو طالما في بابل يبقى مفيش غير مصرح بدخول جماهير، نظرا لانه هو الاشتراطات بتاعت مش هنقول الاتحاد الدولي، ولكن هي طالما انه بقى فيه فقاعه طبيه رولز للفقاعه مفيش جمهور، مفيش جمهور، ما تقدرش انه يبقى فيه اختلاط، لانه كل اللي بيبقوا موجودين جوه الفقاعه الطبيه بيبقى مكشوف عليهم ومعزولين محسوبين، او بيبقى عندهم في الاجريتيشن بتاعهم ريد زون. ريد زون يعني انت غير قابل، زي ما كان باشمهندس وائل بيقول لحضرتك، انت اوريدي دلوقتي انت موجود جوه الفندق ده، الفندق لوحده بقى هو اصلا اوريدي بقى فقاعه طبيه، الصاله بقت فقاعه طبيه، انت وانت ماشي ما تقدرش انك تاخد تاكس، انت كشخص فرد الوحدة تقدر تاخد تاكسي وتروح بيه الصاله او تاخد او العكس. طب استاذ ناجي يقول لي انت كنت في اللجنه الاعلاميه في كاس العالم، بطوله عالم كره اليد، وان شاء الله انت برضو في اللجنه الاعلاميه موجود في بطوله كاس العالم للجمباز. ايه المشترك، ايه وجه الاشتراك ما بين البطولات دي يخص الدوله المصريه؟ التطبيق الصارم، مصر ما بتتحركش، يعني مصر بتنفذ تعليمات بالحذافير، زي ما كنا بنقول ان النادي الاهلي موجود في قلب الفقاعه الطبيه، ولسه احنا بنحتفل بالسوبر الافريقي، والحمد لله ان فرقه الكوره كملت الرباعيه وان شاء الله تتم الخماسيه على خير ان شاء الله، وقدموا لنا موسم استثنائي جديد كمان في السنه دي، نحقق افريقيا ودوري وكاس وكل البطولات ان شاء الله، لانه بجد جيل يستاهل دعم ويستاهل المسانده، وقربنا الحمد لله. نفس الكلام ده احنا كنا بنقوله هناك، التطبيق صارم للفقاعه الطبيه. النادي الاهلي كابتن خطيب كان جات له دعوه من الاتحاد الافريقي ان هو مجرد خروجه بره الفندق واخترق الفقاعه الطبيه، غير لازم يشتبع غير دخول، ما ينفعش انه يدخل، يعني هو اوريدي خلاص هيبقى موجود مع الوفد بتاع الاتحاد الافريقي، فغير ما يقدرش يرجع تاني لقلب الفندق يساند الفرقه او يكون معاها. فعشان كده طب انت بحكم برضه عملك كناقد رياضي اكيد بتتابع مردود الفعل العالمي في الميديا العالميه والبريس العالمي والحاجات، يعني انت شايف التغطيه العالميه للاحداث الكبيره بتحصل في مصر دي؟ كابتن اسم مصر بقى محطوط في حته تانية خالص، مش هنقول قبل، اسم مصر دايما كبير، ولكن
في ال... في الت... احنا انا واحد من الناس انا بقول انه عام 2021 هو عام يعني عام مش هقول تألق او ان هو نضج او تألق او توهج اسم مصر توهج الرياضه المصريه. مصر استضافت بطوله عالم لكره اليد يناير 2021، استضافنا بطوله العالم للسلاح شهر 4 2021، هنستضيف كمان خلال ايام كاس العالم للجمباز. كل الاحداث دي احداث كبيره، الخماسي كمان جاي بعدها من 8 ل 14 بطوله العالم للخماسي. بطوله العالم الخماسي بتختلف عن كاس العالم، يعني بطوله العالم الخماسي ده المحك الاكبر اللي منه تاهل لطوكيو مباشر، مش الكاس العالم، مش كاس العالم. هو في 4 كاسات للعالم للخماسي، تاخد منهم الاوائل تاهلهم لطوكيو. بطوله العالم الخماسي هي الحدث الاهم. يعني في شهر 9 عندنا بطوله عالم للدرجات. الاحداث في 2021 لا يعني واضح كمان دكتور اشرف صبحي مركز وبيدي دعم يعني دعم كممثل للحكومه المصريه والدوله المصريه. لا الراجل ما بيبخلش، هو يعني ما بي يعني سقف طموحه دايما عالي. يقول للاتحادات اللي انتوا عايزينه اطلبوا الكبير، ما يعني مش بالبلدي كده، ما تهندلش امورك وتمشي الدنيا باي استعدادات وخلاص. لا انت هات افضل حاجه موجوده على مستوى العالم احنا ننفذها. طيب خليني باخدك بعيد شويه، يعني ناخد حبه كده بعيد عن جمباز. يمكن عندنا ان شاء الله يوم الاربعاء مباراه الكره الطائره، ان شاء الله مباراه الحسمه بطوله الدوري. طبعا تعرضنا لخساره من طرائق الجيش، يمكن ما فرقتش قوي في المشوار، بس لازم نكسب الاربعاء اللي جاي. عندك اخبار الدنيا ايه مع الفريق؟ الوضع ماشي ازاي؟ الفرقه قافله على نفسها مبدئيا، ما فيش اي يعني، هو خلاص هو ماتش وعدى، ماتش الجيش ماتش اللي فات، هو مبدئيا يعني انا كنت حاسبها قبل الماتش ماتش الاهلي والزمالك هو الماتش الفاصل لتحديد بطل الدوري. الحل الوحيد او كان الفرضيه، مش هنقول الفرضيه الوحيده اللي كانت تخلي ماتش الاهلي والزمالك تكسب ماتش تحصيل حاصل، كنت انت تكسب الجيش والزمالك يتغلب من الاتحاد ويتغلب من الجيش، وده صعب، وده كان صعب جدا. فاوريدي انت كسبت الجيش، كان هيبقى ماتش الزمالك هو الماتش الفاصل. خسرت من الجيش والزمالك خسر من الجيش، برضو ماتش الاهلي والزمالك هو الماتش الفاصل. انت كل القصه دلوقتي ان الزمالك الاول بفضل ان هو عدد مرات الفوز وليس اكتر، الاثنين 59 نقطه، فوز الاهلي باي نتيجه، عشان ناس كتير جدا هتتكلم على المباراه، طب نكسب 3-0، طب 3-1، طب هنقدر ازاي. اي فوز، اي فوز للنادي الاهلي بالمباراه نضمن التتويج بالدوري مباشره. طب السله، فرقه السله، السله مهمتها صعبه، اعتقد انه الدنيا مش احسن حاجه، لكن تغير والجهاز الفني ووجود اسم كبير زي الاسطوره ماريو بالما هيجدد الدوافع، هيخلي لعيبة تموت نفسها. طبعا لبارك نادي الزمالك على تتويجه او على فوزه ببطوله افريقيا، بس ده هيخلي لعيبه الاهلي تقاتل على اساس ان هي تاخد بطوله افريقيا، لان بالمناسبه ان هيشارك في بطوله افريقيا السنه الجايه يكون نادي الاتحاد السكندري، نظرا لفوزه بدوري 19 20، نظرا لفوزه بدوري السوبر السنه اللي فاتت. فلعيبه الاهلي عندها فرصه من ذهب انها تقدر انها تفوز بدوري السوبر، والسنه الجايه يكون هم ممثلين. واحنا بتهيألي اكتر نادي مصري حصولا على البطولات الافريقيه في كره السله، 2 ابطال كؤوس وبطوله ابطال دوري كانت 2016. يعني الحمد لله لينا تاريخ كبير في البطولات الافريقيه، ونتمنى ان شاء الله نشوف البطوله دي اكيد في النادي الاهلي، خاصه احنا 2016 كانت يمكن اصعب كمان بكتير، لان كان انجولا المنافسه كانت اعنف يعني. فرق انجولا كانت لسه بقوتها وبنضجها، يعني الكيرف في انجولا، الكيرف في انجولا، وده ده باين دلوقتي جدا. انجولا السنه اللي فاتت في بطوله افريقيا ما قدمتش احسن حاجه، يعني انجولا حتى كانت معانا موجوده معانا في المجموعه، انجولا خسرت من المغرب وخسرت من الكونغو الديمقراطيه وكسبتنا احنا بس. هو انجولا تصفيات كاس العالم، فانجولا مش افضل حاجه دلوقتي في دول كبيره فرصة جدا، فرصه ان الفرقه المصريه تعمل تاريخ، فرصه يعني فرصة من ذهب. الاتحاد السكندري عنده سكواد تقيل جدا، يقدر ان هو كمان لو استقدم محترفين مميزين يفرقوا معاه في بطولة افريقيا السنة الجاية. اكيد استاذ محمد ناجي الناقد الكبير والمختص بشؤون الالعاب الاخرى، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا في قناتنا. ربنا يخليك كابتن سعيد، انا كنت مع حضرتك يعني. نورتنا وشرفتنا يا استاذ ناجي. اعزائي المشاهدين، ده كانت حلقتنا النهارده مع الابطال، انتظرونا ان شاء الله يوم الاربعاء القادم وتغطية حصرية، ومش حصرية، تغطية مستمرة وخاصة ليه فريق كرة الطائرة إن شاء الله مباراة الأهلي والزمالك. هنكون معكم في استوديو تحليلي زي ما عودناكم، وهنتلاول المباراة جيدا. انتظرونا الأربعاء القادم مع استوديو الأفضل.